خالي ان يكون معايا نجمه الفيلم الطفله المعجزه كارما. بقول لك مليون مبروك يا كارما على الفيلم. مبروك. الله يبارك فيك. انت بتفكري في الاجابه قبل ما تقوليها؟ ليه؟ مش ان انا مش لسه اول مره تعملي انترفيو مش كده؟ طب قولي لي بقى، دي اول مره تمثلي فيها ولا مثلتي قبل كده؟ كتير. مثلتي كتير في ايه بقى؟ عملت مسلسل طاقة نور مع هاني سلام. عملتي دور ايه فيه؟ كنت طالعه بنته؟ كنت طالعه بنته واسمي فريدة. طب قولي لي بقى بتعملي ايه في الفيلم؟ بكون في طيارة وبعد كده بتقع بيا. مامي بتقولك لا ما تحرقيش الفيلم. طب قولي لي مين اللي اختارك للفيلم؟ المخرج خالد يوسف؟ اختارك ازاي؟ عادي هم جابوني، اتصلوا بمامي وقالوا لنا تعالوا احنا عايزين نعمل اوديشن. ورحتي وكان في بقى اطفال كتير هناك جدا. كام تقريبا؟ 200. طب قولي لي انت حابه التمثيل، حابه انك لما تكبري تطلعي نجمه كبيره، تبقي نجمه كبيره؟ ليه؟ عشان انا بحب الدراما والتلفزيونات والسينما. اصحابك بقى في المدرسه متابعين اعمالك الجميله؟ بيقولوا لك ايه بقى لما بيشوفوكي؟ مش بيقولوا لي حاجة. اتفرجوا عليكي؟ لا، الميس بس هي اللي بتقول. انا قلت لها سر بس هم ما يعرفوش، هم مش بيتابعوا المسلسل. الميس بس هي اللي بتتابع. طب تقولي لصاحباتك ايه بقى في المدرسة واصحابك؟ قولي لهم يلا تابعوا بقى الفيلم الجديد. انا في فيلم كارما. شوفوني في فيلم كارما. شوفوني في فيلم كارما. مليون مبروك يا أمورة، ويا رب كده تبقي نجمة كبيرة بإذن الله لما تكبري.